لونيسي رحم اي تارق يا العزيزي هنا يسحق ايضا انذار تارق العزيزي بعد تدخل من الخلف على رحيم اللي تخليك انك ترتاح لانه تعرف باللي هذا قضاء الله وقدره ما ماشي حاجه اللي تهرب منها لاعب كره قدم معرض روحه للاصابات وكاين وين لاعبين كي كانوا ثاني كانوا كبار بزاف وكانوا عندهم مشوار كبير تعرضوا الاصابه هذيك منعتهم باش يكملوا في المسيره ولا يلحقوا ليطاب اللي كانوا حابين يلحقوها من نجوم من نجوم الكره لكن نقولوا باللي قضاء الله وقدره الحمد لله انه الحاجه اللي انا تما تشغل فرحت بها واقتنعت بها لو كان بار اكزومبل كنت حبست تما مور الاصابه مع وجه رجعت للميادين كنت بالك تما كانت تقعد لي حرقه ونتوجع ما بردتش قلبك ما بردت لكن ابري تما البليسير تاعي الحمد لله هذا فضل تاع دعوي الوالدين تاعي والمحبين تاعي اللي كانوا ورائي تعبت باش عاودت وليت لكن عاودت وليت الميادين زدت لعبت 6 سنين 7 سنين وهذا الشيء اللي حمدت ربي سبحانه اني عاودت وليت الميدان ونهار حبست كره القدم حبست كره القدم عن قناعه تما الحق الوقت وين لازم نحبس السن الحق لا جينيراسيون بدات تتبدل حان الوقت حبست انا هذا هو الشيء المهم لكن علاقتك مع العزيزي لا والله غير طيبه وتلاقينا وقصرنا انا قلت لك خلاص هذا من الماضي